مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا خبر فوز الكاتبة الكويتية أمل الرندي بالمركز الأول في جائزة الشيخ راشد النعيمي للثقافة والعلوم في أدب الأطفال عن قصتها أجمل عقاب، والتي تركز على تعليم الأطفال كيفية التعامل بإيجابية مع المواقف الصعبة. وفي حفل أقيم لتكريم الفائزين بالجائزة في قصر الصفية بعجمان، قام حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي بتكريم الكاتبة الرندي، وذلك في حضور وزير الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. الرندي أعربت عن سعادتها لفوزها بهذه الجائزة الخليجية المهمة للمرة الثانية على التوالي، فقد فازت في العام الماضي بالمرتبة الثانية عن قصتها نجم المستطيل الأخضر، والتي تعزز قيم التسامح في نفوس الأطفال. المغردون بدورهم قدموا التهاني والتبريكات للرندي بمناسبة حصولها على المركز الأول في المسابقة، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح.